هي منطقية لمكتب ما يخليش البصمة تاعو في تاريخ كرة القدم ولا في تاريخ الاتحادية. يعني الأشياء هذه كانت منتظرة لو مسؤولين على الرياضة حرصوا من البداية على تطبيق القانون. السؤال مطروح، لماذا الوصاية انتظرت حتى لهذه الساعات الأخيرة حتى ربما التعفن شوية باش صدر القرار ليرغم الأعضاء تاع المكتب الفيدرالي في حالة ازدواجية المناصب باش يديروا الاختيار تاعهم؟ أنا نظن باللي كانت نحقها الوزارة تعاقب هاد الأفراد كما ينص عليه القانون، ما تسامحش معهم إخصاء مدى الحياة لأن ما احترموش القانون. وهادو محمد خويا مسؤولين في أعلى هيئة كرة القدم، كيفاش أنت مسؤول في منصب من المفروض هما الضمان تاع تطبيق القانون، تاع تعفس على القانون، أنت تعرف القانون يمنع لك الازدواجية، علاش قاعدين متشبكين؟ واليوم محمد شوف التاريخ، هاد الأشخاص اللي ما حبوش يطبقوا قانون الازدواجية هما اللي داو البيرو فيدرال الهوية، هما اللي حبطوا، هما اللي كولوا غرق البيرو فيدرال على جالهم، لأنه كان من نهار هاد الناس طلعوا وطبقوا القانون في الازدواجية هكذا كان اليوم المكتب الفيدرالي ما يبقاش بخمسة أعضاء، ما يبقاش بخمسة، كانوا يجوا أعضاء آخرين صحيح يقبلوا يجوا، لكن هادو حلت لهم نقبضوا 20 بيرو فيدرال كيمول، معليش الوزارة ما تزغطش، الوزارة ما تدير والو، لا لا قوانين يندارو باش يطبقوا صحيح، والمسؤولين يسهروا على تطبيق القانون. اليوم هاي النتيجة وراهي، هذوك الأعضاء اللي يبقوا خمسة ولا خمسة ولا ستة، هذوك واش ذنبهم باش المكتب يسقط؟ واش ذنبهم؟ ذنبهم هو أن الأفراد الزملاء اللي معاهم اللي ما احترموش القانون وداوهم. وهنا أون بو با إكزونيري لا فيدراسيون دو سي ريسبونسابيليتي، اتحادية كان واجب عليها، واجب عليها تمنع هذوك الأفراد، لأن كي جاو الانتخابات ديروا ان انغاجمون بلي كون يكونوا منتخبين في المكتب الفيدرالي يديروا الاختيار، اختيار واحد على الاتحاديه ما دوموندات لهمش يحترموا الاختيار تاعهم، كاين اون فورم دو كومبليسيتي في ظروف كيما هذه. وين تحب يروح الفوتبال تاعك الا في اعلى الهرم تاع الاتحاديه؟ الناس ما يحترموش القانون، الناس يتلعبوا بالقانون، تحوسني انت لي كلوب لتحت باش كيلعب جوار سكرتير يغلط في الروتور يلعب جوار كان سيسبوندو تحبطو، راه ساهلين محقرتي اجرتي ان كلوب اماتور عطيه. وهذو المسؤولين الكبار تاع الاتحاديه كبار كبير ربي سبحانه قوانين قدامهم، لكن نظن بلي لا فوت الناس هذو ما يقراوش القوانين، يحكموا بلا قوانين بلا معرفه القوانين.